سلامتكم ومرحبا بكم في كوجينتي. اليوم جبت لكم جاتو ساهل وسريع، ما يستحقش لا كوشه لا حد شيء، وما يستحقش جنواز. شنو نستحقو؟ الجاتو نتاعنا. باش ناخذ انا بسكوي، اذا نتاع تيراميسو سافواردي ولا اي نوع نتاع بسكوي عندكم. انا باش ناخذ صوص شوكولا باش نزين بها، وانتم ما تنجموا كان ما عندكمش صوص هذه تاخذوا كعبه، مش كعبة، تاخذ على 100 غرام شوكولاتة وتذوبوها في الباماري. باش ناخذ 200 مليلتر حليب باش من بعد نغطس فيه البسكوي، والا كان تحبوش حليب تنجموا تعملوا قهوة ولا جو ولا جازوز الموجود في الدار. والمستحسن حاجة تبدا لونها مش غامق باش ما يتبدلش لون البسكوي، هكا وانتوما واللي يعجبكم. وانا باش ناخذ الزينة زادة فريز، خديت 4 كعبات فريز وخذيت شويه نوازيت، وهاكا نتوما الزينه من الفوق تحطوا اللي تحبوا عليه نتوما. باش ناخذ سكر فاني ساشي ومغرفه كبيره سكر محور، و200 مليلتر كريم شانتيي اللي هي بانا دا مونتاري. وهذم المقادير متاعنا سهلين وما يتكلفش برشا حاجات. توا صبيت البانا متاعي هي كريم شانتيي، صبولها مغرفة سكر محور، وكان ما تحبوش برشا حلو مش لازم سكر محور. ونصبو السكر فاني باش يعطيها ذو، ولكن عندكم الروم تاع الفاني ولا بروكدين ولا اي روم عندكم باش يعطي ذو، ولكن تحبوا حتى تعملوا كريم مش لازم كريم شانتيي. تو كمل طلعت الكريم شانتيي نتاعنا، نحطوها على جنب نحطوها في الفريجيدير. وتوا ناخذ البسكوي نتاعنا باش نغطسوه في وسط الحليب. ناخذ البسكوي ونغطسوه مش برشا، هكا جوست شويه باش ما يشربلناش برشا حليب. هكا ونرصفوهم واحده بحده اختها، ومن بعد باش نحطوا الكريم شانتيي في البوش وباش نحطو فوقها، نحطوهم بحدا بعضهم ونكملوهم الكل. اما نخدمو شطر معناتها هكا، وشطر الاخر باش نحطو فوقها مش الكل، معناتها نخدمو الباكو هكا والكونتيتي. وانتوما وقد ما تحبو تحبو تزيدو تحبو تنقصو هكا حسب العيلة. توا كملت غطست البسكوي متاعنا في الحليب، كخذيت الكريم شونتي حطيتها في البوش وباش نحطوها فوق البسكويت متاعنا. كنحطو الدوي هكا خشينة، انا الدوي جويدة، انتوما كان عندكم اخشن باش تجيكم اخشن شوية. تحبوا تعملوها هكا خط ولا زيكزاك، ولا تعملوهم ديبول هكا بحذا بعضهم كالشواء عندكم كيفاش تحبوهم. وكان ما تحبوش الكريم شانتيي نجمو تعملو ماسكاربوني وشوكولا، ولا تعملو كريم اوبر ولا كريم شوكولا هكا شو عندكم. هي كريم شانتيي اسهل حاجة في ساعة تحضرها. كل واحد وكيفاش يحبها، نجمو تحطو هكا فوقها الشوكولا مش برشا باش من بعد كي نحطو فوق الكعبة ما تهبطلناش على حراف. ولا تنجمو حتى من غير ما تحطو لداخل شوكولا، تزينو جوست من الفوق كشوا ليكم. توا كملت زينتها من داخل، توا باش نسكرو عليها البسكوي. كناخدو كنغطسو شوية في البسكوي مش برشا خاطرو في ساعة يشرب لنا، وهكا ننزلو عليها هكا بشوية ونحطو فوقها البسكوي الآخر لنكملو الكعبات الكل. هكا الشيرة اللي فيها السكرين نحطوها الداخل، وال ما فيهاش خليوها من الفوق باش تجينا مستوية ونزينو فوقها. توا ناخذو فوشة ونبلوهم هكا شوية من الفوق
باش نطريوها. باش نزينوهم الفوق، انا قصيت الفريز هكا صغار، كان نسحقو كان كعبة استحقيت قصيتها جويدة خاطر صغيرة هي الكعبة، وانتوما والزينة اللي تحبوها. عاد ما تنجمو حتى الفريز تعملوهم دي رونديل تحطوهم من داخل كاشوا عندكم. كنجيو هكا نعملو كل كعبيرة صغيرة ونحطو فيها واحدة متوسطة، نحطو فيها الفريزة هكا للزينة. كان بعد نجمو نعملو احنا هكا خط ونعملو عليه شوية شوكولاتة. هذا هذي كالزينة كيف ما نحبو احنا. نحطو شوية على الفريزة كحا حويجات سامبل ونرشو عليهم هكا شوية فاكهة. كامل نزينهم ونرجع لكم. الجاتو نتاعنا حضر وهذا منظرو كيفاش جاي. نكمل زينتهم، زدتهم انا شوية بيستاش باش نبدل لي كولور ويعطيو منظر. وهذه الزينة نتاعي ان شاء الله تكون عجبتكم، عطيتكم موديل وانتم من بعد ابدعوا وزينوا كيف ما تحبوا انتم وشنية متوفرة عندكم في الدار كحويجة سامبل وبسيطة. كسرتو يبدأوا جايينك ضيف وانتي ما عندك شي في الدار، نجم هكا بسكوي وشوية كريم شانتيه تعمل ميني جاتو سهلين وخفيف وما يشدوش وقت. في ساعة في ساعة يحضروا، لحتى كان ما عندكش كريم فريش نجم تذوب شوكولاتة وتحطها من داخل، ولا تعمل زبدة وشوية سكر محور تخلطهم مع بعضهم وتعملهم كل كريم في وسط البسكوي وتزين من فوق باللي عندك. وان شاء الله تكون عجبتكم الفكرة وتجربوها. نجم حتى روحك مثلا في الدار كسامدي ولا في الويكاند تفرح بروحك وبعيلتك. وهذه منظرها عجنب كمنظرها مزيان وخفيفة. ما تغطسوهاش برشا في الحليب باش ما تجيكمش سرتو الليتاج الوطني، باش نجمو تهزوها. تنجمو حتى من غير ما تعملو عاد دو فاس، اعملو كان الفاس الفوقاني واللوطاني خليوه شايح باش تجيكم يابسه شويه وما تشدلكمش. وهذه منظرها. ولا كان عندكم الموديل هذا نتاع لي جاتو اللي حطوهم فتنجمو تحطوه هكا تحتها يعطي منظر. انا ما عنديش منهم، عندي كعبه هذيا قديمه هكا يعطيو منظر مزيان. وحتى كي باش تسربيهم سهله، كل واحد هكا يهز الكعبه نتاعو. وهذه فكرتي متاع اليوم وان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها وتعطيني فيها رايكم. ما تكلفش برشا وسهله وبسيطه بلوتو ما تشدش برشا وقت. كتنجم حتى تحضرهم هكا وتاكلوهم طول، ولا تحب تخليهم في الفريجيدير يبردوا شويه بزيد الكريم فريش تشد روحها. وهكا انتي عندك الشواء. وهذا ليسيري متاع اليوم تاع الميني جاتو نتاعنا، وان شاء الله يكون عجبكم. وكان اول مره تتفرجوا فيا وعجبتكم الفكره نتاع اليوم، ما تبخلوش عليا باش تشاركوا في القناه وتضغطوا على سابوني وعلى الجرس اللي بحث سابوني باش ديما يجيكم جديدي. ونشكركم الناس الكل اللي قاعدين تشتركوا معايا وسرتوا اللي قاعدين تكتبوا لي في لي كومونتير، نشكركم. الشكر شوية عليكم كلامكم الحلو الكل ورعتيكم الصحة الناس الكل. وإن شاء الله ديما نحاول نجيب لكم هكا أفكار بسيطة وسهلة ونحاول نفيدكم بها كناس الكل نستفيدوا من بعضنا. وهذا ديسيرنا الخفيف كتنجمو يجيو كذيف مع كويستي مع قهوة هاكا نعطيهم حويجة مزيانة ونبدلو على العادة
وإن شاء الله نتقابلوا في الفيديو الجاي وفي وصفة جديدة. باي باي.